عليكم إخوان أخوات، أهلا ومرحبا بكم على الجديد. أتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. المهم الإخوان كتشوفوا فيا، واخا يعني راني مسافر في هذا الطريق، قلت ندير لكم هذا المقطع هذا إن شاء الله بخصوص القضية ديال الميناء ديال بورتو، بورتيماو ديال البرتغال. كاين بزاف ديال الأخبار كتدور، سبق لنا ودرنا فيديو هضرنا على هذا الموضوع وقلنا وديرها كاين هاكاين. اخر الاخبار ان شاء الله غادي نخليها لكم دابا التفاصيل، الاتصال اللي كان ما بيني وبين هذاك السيد اللي كان سبق عودت عليه لايف، اللي تواصلت معاه في التليفون وهذا شنو اللي قال لي، وغادي نوضحوا ان شاء الله القضيه ديال الالغاء المفاوضات اللي كانت ما بين السلطات المغربيه والسلطات ديال البرتغال. انا زعما قال لك هادشي وقفوا ولا هذا هادشي ما كاينش هاد الهضره على حسب يعني المصادر اللي كاينه من البرتغال. المهم على العموم انا باش ما نطولش عليكم الاخوان، قلت ما فيها باس ندير لكم هذا الفيديو واخا راني مسافر، يعني راني فاكونس انا والوليدات، دعوا معنا ان شاء الله. دابا نرجعوا لكم للقناه بدون اطاله بدون مزيد، غادي ندوز ان شاء الله باش نوضح لكم وتشوفوا معايا كل شيء بالتفاصيل، الايميلات يعني جميع المغامرات اللي كانت ما بيني وبين الناس اللي هما مسؤولين تمايا، يعني شنو اللي قالوا لي في هذه القضيه، يعني واش كاين واش ما كاينش، واللي مهم بزاف هو واش كاين شي الغاء فعلا، واش تلغات ديك المفاوضات اللي كانت ما بين السلطات المغربيه والسلطات يعني البرتغاليه، لان ما غادي يكون والو. المهم غتشوفوا كلشي بالتفاصيل الاخوان، ما تنساوش لايك وبارطاج الفيديو الاخوان، وتحيه لكم. المهم الاخوان والاخوات كما كتلاحظوا معايا دزت بكم للشاشه ديال التليفون، قررت ندير لكم هذا المقطع بهالطريقه هذه باش كلشي يكون واضح وضوح الشمس، يعني وكل شيء يستفد. نتمنى يا ربي تبارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا وتعطينا لي لايكات ديالكم باش تعم الفائده. هذا اللي كتلاحظوا معايا في الشاشه هو كان اول ايميل صيفطته لهاد الناس البارح الخميس، اليوم احنا الجمعه، يعني البارح الخميس صيفط لهم هذا الايميل هذا، راه التوقيت كتشوف فيه 3:12 دقيقه، ما تعطلوش يعني باش جاوبوني. الصراحه جاوبتني واحد السيده يعني مويا مابلمنتي، يعني صراحه يعني استقبال ديالها ولا الجواب ديالها يعني كان مزيان. على العموم جاوبتني بالبرتغاليه، ولكن حنا درنا مجهود ترجمناه للاسبانيه والعربيه كذلك باش كل شيء يكون واضح وتعرفوا اشنو اللي كاين بخصوص هذه القضيه ولا بهذا المشروع هذا ديال الربط ما بين بورتيماو وطنجامي. هذا هو الجواب ديالها. الا لاحظتوا انا في السؤال ديالي في الايميل، يعني بالنسبه للناس اللي كتعرفوا الاسبانيه راه كان واضح، اللي هو قلت لها ابار على السلام عليكم وكذا، قلت لها بغيت نعرف مثلا واش غادي يكون شي رابط ما بين هاد جوج ديال الموانئ ديال بورتيماو ديال طنجاميل في الايام المقبله، وكذلك واش كاين شي تاريخ يعني محدد يعني لهذا الغرض هذا، ومن بعد يعني شكرا وهذا الى اخره. فالجواب ديال الاخوان كما كتلاحظوا معايا كان هو هذا بالبرتغاليه، غادي نشوفوه بالاسبانيه والعربيه، يعني كل شيء غادي يكون واضح بالنسبه للناس اللي ربما كتشوفونا من دول اخرى. هذا هو الجواب ديال السيده، كتقول لي مساء الخير، تجري دراسه اتصال العباره بين بورتيماو وطنجة المتوسط، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إنشاؤه ومتى سيتم إنشاؤه في حالة إذا كان زعما غادي يكون، مع أطيب التحيات. المهم هنا يخلينا الأمور واضحة وضوح الشمس، هذا الشيء كان البارح. من بعد هذا الاتصال ولا هذا الإيميل عاودت صيفط لها إيميل آخر أنايا اللي عنده علاقة بالتكهنات ديال إلغاء المفاوضات ما بين السلطات المغربيه والسلطات البرتغاليه بخصوص هذا الامر هذا ديال هذا الربط ديال هاد جوج ديال الموانئ اللي كنتكلموا عليهم. هذا هو الايميل اللي صيفطت بخصوص واش فعلا كاين داك الالغاء ديال المفاوضات ما بين السلطات المغربيه والسلطات البرتغاليه. الناس اللي كتعرفوا الاسبانيه راه هو كل شيء واضح، ايش بردا واش ما حقيقه هذا الامر هذا، وخليت واحد علامه تعجب تمايا ديال هذا الالغاء ولا توقيف ولا كما بغينا نسميوها ديال هاد الاتصالات ولا ديال هاد المفاوضات على حساب هاد الخط البحري اللي كنهضروا عليه بسبب الارتفاع ديال عدد الحالات ديال وباء الكوفيد 19 كما كتلاحظوا معايا. وخلينا تما واحد الشكر واحد السالودوس تما ولا واحد التحيه. الجواب ديال هاد السيده هذه كان كالتالي، خلات لي واحد الرابط تمايا يعني باش ندخل انايا ونشوف على الموقع الرسمي ديال هاد البورتو هذا المعلومات اللي حاطين بخصوص هاد القضيه، يعني هادو في متناول اي واحد. الا بغيتو غادي نخلي لكم هذاك الرابط اللي كيبان لكم تمايا، وصيفط ليا ولكن ملي كليكيت على هذاك الرابط يعني عطاوني بجوج ثلاثه ديال اللغات، بالانجليزيه اول وحده يعني البرتغاليه، واللغه الاخرى كذلك الانجليزيه، نقدروا نتصفحوا بثلاثه ديال اللغات هذا الموقع هذا بالانجليزيه وبالاسبانيه كما كتلاحظوا معايا. كيقولوا هنا سي انفورما كي سي استان evaluando las condiciones operativas del puerto de Portimao junto con los armadores diversas autoridades y tal y tal y tal. غادي تشوفوا كلشي بالعربيه باش الناس راني عارف ماشي كلشي كيفهم الاسبانيه.
اشنو اللي قالوا بالعربيه باش كل شيء يكون واضح. يعني كما قلت الاخوان ممكن تصفحوا هذا الموقع ديال هذا البورتو ديال بورتيماو ديال البرتغال بثلاثه ديال اللغات، بالانجليزيه وبالعفن وبالاسبانيه وكذلك يعني بالبرتغاليه، ثلاثه ديال اللغات. هنا ترجمته للعربيه، راكم عارفين كتكون بعد المراباسات يعني الترجمه ديال جوجل فقط ماشي يدويا. هنا كيقولوا لنا حرفيا يذكر ولا يذكر انه يجري تقييم الظروف التشغيليه لميناء بورتيماو بالاشتراك مع مالك السفن ومختلف السلطات من اجل البدء ربط العبارة بين بورتيماو وطنجة. في الوقت الحالي ليس من الممكن تأكيد ما إذا كان سيتم إنشاء الاتصال. يعني هاد اللحظة هذه حتى واحد ما يقدر يأكد لنا واش غادي يكون، وحتى إلاك غادي يكون هذا الخط إمتى، ما كينش حد اللي عنده هاد المعلومات. زيادة على ذلك يقول هنا بمجرد توفر المزيد من المعلومات حول هذا المشروع سيتم نشرها على هذا الموقع. وخلات لي واحد الرابط تما الا لاحظتوا، الا بغيتوا غادي نخليه لكم باش تشوفوا هذا الشيء بعينكم نتوما وتاكدوا من هذه المعلومات اللي كنهضروا عليها. المهم الاخوان والاخوات بدون اطاله بدون مزايدات، نتمنى نكون وضحت لكم الامور كامله، الاتصال ولا المواصلات اللي جرات ما بيني وبين هاد الناس هادو. على العموم يعني القضيه ديال ديك التكهنات اللي كدور ديال ان هاد الشيء غادي يحبس ولا العلاقات يعني ولا التاجيل ولا تعليق يعني المفاوضات ما بين المغرب والبرتغال، يعني مازال ما كاين حتى شي حاجه يعني لا صحه لها. وخير دليل هادشي ماشي كنقولوا انا، وانما كاين منشور على الموقع الرسمي ديال بورتو ولا ديال الميناء المعني بالامر. لو كان هادشي فعلا كان ما غاديش يكون هادشي اللي كنشوفوا، وانما كيقولوا مازال كاين مفاوضات واي جديد في هذا الموضوع غادي ننشروه على هذا الموقع هذا. يعني وبالتالي يعني هنا يتحسم الامر في هذه القضيه ولا في هذه التكهنات اللي كانت كدور. المهم الاخوان والاخوات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يا رب يكون فيكم، ما تنساوش تبارطاجوا معنا الفيديو وتعطونا اللايكات ديالكم باش تعم الفائده وكل شيء يستفد. رساله اللي نبغي نوجه للاخوان والاخوات اللي كيشوفونا من دول اخرى، ما تحركوش من البلايص ديالكم حتى تكون عندكم شي حاجه مؤكده. ما غاديش نقول هنا ولا هنا ولا هنا، لان احنا معروفين بالقنوات ما نعرف شنو يعني ديال الشؤم، لا احنا كنقولوا داك الشيء اللي كاين ولو كان مر. يعني ما نتبعوش، ما بغيتش نبقى ندخل في التفاصيل وكان العموم باش نقولوها، يعني ما نتبعوش قنوات ديال الوهم. يعني حتى تكون عندنا شي حاجه مأكده من مواقع رسميه نلتجئوا للمواقع الرسميه، سواء تعلق الامر بالمطارات سواء تعلق الامر بالموانئ، يعني امور اللي كتكون من حسابات رسميه اللي تابعه للجهات المعنيه اللي كنقلبوا عليها حنايا. وملي يكون عندنا القرار ولا ما يكون عندنا الخبر مؤكد عاد نتحركوا يعني من البلاصه ديالنا، خصوصا اللي كيكونوا وليدات وتكون المسافه طويله بزاف. شفنا الناس اللي جاوا من بلجيك، شفنا ناس جاوا من انجلترا، شفنا ناس جاو من السويد، شفناهم تما اللي صورهم الاخوان اللي تا هما كيديروا قنوات تمايا كيديروا اليوتيوب. يعني لا حول ولا قوه الا يعني مشهد يعني مؤسف. على العموم تحيه كبيره، نتمنى نكون فدتكم، حتى نتلاقاو ان شاء الله في الموضوع الماجي. تهلاو ليا فراسكم كما العاده، دمتم في امان الله.